شي جديد؟ لا ما في شي، الدكتور قال انه عنده جرح صغير بس خايفين من النزيف الداخلي، مشان هيك عم يتأكدوا. الشغلات الثانية ما أنا خطيرة، عنده كسر بس أو رب بإيده. طب بتحكي لها ليه؟ بتحكي لها بالتفاصيل كمان؟ أنت فاكر إن دي فارق معاها حاجة؟ دي كل اللي فارق معاها الفلوس وبس. تخلص من واحد مننا عشان فلوسها تزيد. يا حرام، للأسف يا هاني إنك ما عشت معي لحتى تكتشف إنه في أشياء تانية بالحياة بتهمني أكثر من المصاري. ولو عملت هالقد إفار كنا اليوم كلنا صرنا عيلة وحدة. أنا دائما عم مد لكم إيدي وأنتم دائما بترفضوني. طب مشونا اليوم بس على الأقل مشان فادي. اسمعي 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 اسمعي، سدي حلقك ولا تفتحي تمك بحرف، أحسن ما أحجز لك غرفة هون ولا بتحبي فوت سطحك شو قدامه. خلص 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 أمير أمير، أنت شايف إنه هلا هذا وقت الحكي وتصفية الحسابات؟ أخوك شو بغرفة العمليات ما بنعرف شو بده يصير معه ونحن عم نتخانق وأنت عم تحكي بالمصاري؟ شو بكم؟ ماشي سوري آسفين. بعد شوي ما راح اعمل له شيء امير عشان خاطرنا امير. سدي حالك. ايه خلاص فهمنا. سوري انا اعتذر. في تسكت سيد امير، انا كثير بعتذر، اسف كثير ما صح لي مر على المستشفى. والله عندي شغل بدبي، يعني بجوز طول لآخر الليل. المهم طمني عنه كيف؟ إن شاء الله صحته أحسن. إيه الحمد لله. أي شيء بيلزم سيد أمير أنا جاهزة. يخلي لي إياك. لا لا ما تاكل هم. هلا الأحاديث الثانية بنحكي فيها بعدين لأنه صحته أهم. ولا يهمك. ومشاني إذا بتريد روقوا شوي على ميرا، ما تخلوها تحرك القصة. انتوا اكيد هلأ مو فاضيين وعنكم مصاريف. ماشي يخلي لي اياك حبيب قلبي. بالسلامة. هلأ ما اقول انت عم تفكر مثل، يعني من كل عقلك انا بدي دق لنور بس مشان افكسوا شعر العسال؟ مو مشكلة، بكل الاحوال كان واحد منا لازم يخبره. انا متأكدة انه ماريا وبابيلو براسه. هلأ انت هذا اللي شاغل بالك؟ ماريا ما بتفكر بهيك شغلات. أكيد هلأ بدها تكون قلقانة على فادي. صحيح هي بتبين إنها مو طايقته بس أنا بعرف إنها بتعزه منيح. بتعزه؟ يعني لسه في بيناتهم مشاعر. أنت كيف بتفكري أنت؟ كيف يعني في بيناتهم مشاعر؟ إيش استعطوا بالعملية. شو عم يقولوا الدكاترة؟ كان المفروض يطلع من ربع ساعة بس لهلأ ما حدا خبرنا شيء. كيف صارت الحادثة؟ بالمطار على طريق دبي. شو واخذ لهنيك بالليل؟ لك انا مو قايلكم لا تتركوا؟ مو قايلكم خليكم جنبه؟ انا حاولت ما رضي، طب شو اعمل يعني؟ مو بقول هذا الكلام. خليك يا ولد انت ها.